بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نواصل ما يستفاد من الآيات السابقة ابتداء من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. نواصل بيان ما يظهر لنا من فوائد هذه الآيات. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا يقال لمن قتل في سبيل الله ميت، بل يقال شهيد، كما قال الله سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وكما قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن كما ذكرنا، ما كل من قتل في المعركة يكون شهيدا، حتى يكون قصده من القتال ودخول المعركة إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه. كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويؤخذ من الآيات نوع الرزق الذي يعطاه الشهداء. قال تعالى: عند ربهم يرزقون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم تجعل أرواحهم في أجسام طير تأكل من أنهار من ثمار الجنة، تشرب من أنهارها، تأوي إلى قناديل معلقة عند العرش أو تحت العرش. يؤخذ من هذه الآيات أن العبد مهما نال من الكرامة فإنه لا يجوز دعاؤه من دون الله عز وجل، فالله جل وعلا حظم هؤلاء الشهداء ونهى أن يقال لهم أموات، وأخبر أنهم أحياء عنده، ومع هذا لا يجوز التعلق عليهم، وإنما يتعلق بالله عز وجل ويدعى الله ويستغاث بالله عز وجل. والشهداء إنما هم عبيد من عبيد الله عز وجل، والعبد مهما بلغ من الكرامة ومن الرفعة عند الله فإنه عبد، هو بحاجة إلى ربه عز وجل. يؤخذ من الآيات أيضا محبة المسلم الخير لإخوانه المسلمين، فإن هؤلاء الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لما رأوا كرامة المؤمنين والمجاهدين عند الله سبحانه وتعالى عند ذلك فرحوا واستبشروا بهذا، فهذا فيه الفرح للمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يؤخذ من هذه الآيات مشروعية الفرح بفضل الله، كما قال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالفرح بفضل الله ونعمته هذا مشروع، ويكون فرح شكر واغتباط بما رزق الله سبحانه وتعالى، لا فرح بطر وأشر وتكبر. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح في الدنيا الله نهى عن ذلك، كما في قصة قارون: ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يؤخذ من هذه الآيات أن الله جل وعلا يحفظ العمل الصالح لعباده لقوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله جل وعلا يحفظ عمل عبده ولو كان قليلا ويضاعفه أضعافا كثيرة كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهنا يقول سبحانه وتعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ففي هذا حث على العمل الصالح وأن المسلم لا يحتقر العمل الصالح ولو كان قليلا. يؤخذ من هذه الآيات علاقة قوله الذين استجابوا بما لله والرسول بما قبله، وهل هو مستقل أو متصل؟ يعني قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول، هل هو من أوصاف من الأوصاف متابع للأوصاف السابقة أوصاف الشهداء، أو هو مستقل وابتداء كلام؟ الظاهر والله أعلم أنه ابتداء كلام، وأنه مبتدأ الذين استجابوا هذا مبتدأ، ويكون خبره فيما بعده الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم، هذا الخبر للذين أحسنوا منهم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ في قولها الذين استجابوا لله والرسول، تكون هذه جملة مستقلة وهي في غزوة مستقلة لا في غزوة أحد، وإنما هي في غزوة حمراء الأسد اسم موضع، وهي هذه الغزوة ثاني يوم من بعد يوم أحد. الذين استجابوا لله والرسول، وبماذا استجابوا لله والرسول؟ استجابوا بالخروج مع ما هم فيه من المشقة وإصابتهم بالقرح والجراح، فإنهم لم يمنعهم هذا من الخروج في سبيل الله لما أمرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذه الآيات وجوب الثبات في مواطن الشدة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الصحابة لما اشتد بهم الأمر وتوالت عليهم الكروب، أولا بالأمس معركة أحد وما فيها مما جرى على المسلمين، وفي ثاني يوم يؤمرون بالخروج مرة ثانية ويهددهم العدو، ومع هذا لم يتضعضعوا وما ضعفوا وما استكانوا، فهذا فيه وجوب الثبات في مواطن الشدة مع وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكلما اشتد الأمر فإنه يعظم إيمان المؤمن بربه وثقته به، لأن الفرج مع الكرب ومع العسر يسرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.